الجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم من الفقراء والمحتاجين من جيرانكم وأقاربكم ومن تعرفونهم، فأعينوهم على مصاريف هذا الشهر وجهزوهم صدقة لله تعالى بما تجهزون به أنفسكم، يكتب الله عز وجل لكم أجر صيامكم وصيامهم. فكم من أهل بيت يأكلون ويسرفون في الطعام وجيرانهم لا يجدون ما يطعمون به أولادهم. وإني لا أقترح عباد الله على من كان لديه مؤجرين أن يخفف عنهم شيئا من قيمة الأجار صدقة لله تعالى في هذا الشهر، إعانة لأخيه على ما هو مقبل عليه من مصاريف الشهر والعيد والإجازة.